الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. العشاء جاهز تتعشى؟ مش جعان. بقول لك ايه؟ قومي طفي الشمع اللي بره ده، خطر قوي. حسن حد من الولاد يصحى يلعب بيه يعني ولا حاجة. حاضر. مالك يا حبيبي؟ مفيش. ما وحشتكش؟ تعبان يا نهى. تصبحي على خير. أدري يا هانم جاية عشان تطلب إيدك لابنها، تخيلي؟ أنا عايز أعرف إيه اللي وصلهم لنتيجة زي كده. والله العظيم يا باشا أنا ما قصدتش. الحكاية بدأت يعني لما حضرتك تعبت ورحت المستشفى، فأنا ما كانوش عايزين يدخلوني. أنا قلت لهم إن أنا قريبة حضرتك عشان يخلوني أدخل لك، وبعد كده العمارة كلها عرفت يعني الموضوع ده، فأنا ما رضيتش أتكلم يعني، اتكسفت أقول لهم لأ وأطلع كدابة. ما أنت كدابة فعلاً، كدابة. لكن أنا مش هتدخل في الكدب ده، مش ممكن هقبل أتدخل فيه إطلاقاً، مفهوم؟ أه طبعاً يا باشا، ما أنا ما ينفعش أبقى قريبتك يعني، أنا ما أطولش. يا بنتي فاهمين المسألة مش مسألة ما تطوليش ولا تطولي. المسألة إن ده كذب، خداع، أنا ما أقدرش أشارك فيه. عايزة تتجوزيه اتجوزيه، خليه يتصل بأهلك وتتفاهموا مع بعض، إنما أنا ما تدخلينيش في حاجة زي كده، أنا ما أقدرش أشارك في كذبة زي دي إطلاقاً. والله العظيم أبداً يا بيه، وحياة ربنا أنا ما قصدت أعمل كده. أنا كل الحكاية يعني إن الناس في العمارة لما عرفت إن أنا قريبة حضرتك من بعيد يعني كلهم بيأمنوني كويس، خصوصاً يعني ست أدرية. فانا كنت يعني ايه مكسوفه اقول لهم يعني، وقلت يعني الحكايه هتتنسي يعني، وانا يا دوب هقعد مع حضرتك كام شهر كده واما امشي بقى محدش هيعرف. سامحني وحياه وليد، سامحني ربنا يخليك. بصي انا كل اللي هقدر اعمله اني مش هكدبك، لكن مش هتدخل اطلاقا في الخداع ده. انت عايزه تتجوزيه اتصلي بيه واتجوزيه، مش عايزه تتجوزيه ما تتجوزيهوش، لكن انا ما تدخلنيش في موضوع زي كده اطلاقا، عيب. ارجوكي عشان خاطري الموضوع ده ينتهي وبسرعه وما اسمعش عنه تاني.